اهلا وسهلا فيكم. اذا انتم عم تتابعونا عبر بودكاست مي، البودكاست مي هو مهارات المستقبل وايضا ترقيه الحياه للافضل. اليوم انا معكم متواجده كيندا الكاتب. هذا الجزء الاول من طريقه الاستفاده من تطبيق تشات جي بي تي بعملك. العديد من الميزات والعديد من الاخطاء، بس اليوم رح نتطرق للميزات ونحكي عن الاشياء اللي ممكن تفيدكم بتطبيق تشات جي بي تي. واخبرونا قبل عدد من السنوات انه رح يصبح من الممكن انه تخوض حوار عميق معك بينك وبين جهاز الكمبيوتر او الروبوت، بس هي الاسئله كانت مجرد مسائل رياضيه تتعلق بالحسابات، وما كان في عنا الرؤية الواسعة انه ممكن توصل القصة انه نقدر نوجد الحل بكل بساطة. اليوم تشات جي بي تي تطبيق تفاعلي اطلقته منظمة اوبن اي بنوفمبر 2022، حصل له زمان يعني، وتم تجهيزه بمزايا عن عديد من ملايين ملف وعشرة بليون كلمة ليخوض محادثة مع المستخدم. شيء كتير جديد وأشبه بالمحادثة اليومية، يعني ممكن تسأله كيفك اليوم ويقولك شو الأخبار ويخبرك عن تقنياتك، لأنه هو بيشتغل أكثر بالألغوريثم. طبعا الألغوريثم قصة كتير كبيرة ممكن نتطرق لها بعدين، بس إجمالا بالعالم الكمبيوتر ساينس أو التكنولوجيا أو الذكاء الصناعي في العديد من الأدوات اللي ممكن تخدم الإنسان وممكن تكون هي أداة حادة كمان. يعني بالآونة الأخيرة خبرونا أنه ممكن نتخلص من البشرية عن طريق الروبوتك وهدول الأدوات، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. خلينا نكمل هلأ ونعرف كيف رح نستفيد منه هلأ قبل ما بعيد الشر يخلصوا علينا. لا، أولاً الاستفادة من تصليح الأخطاء القواعدية والإملائية وإيجاد المرادفات اللغوية. بيقوم تشات جي بي تي باكتشاف الأخطاء اللغوية القواعدية وتشكيل جملة يمكن فيها مهارة هيك وفيها مزج بين الماضي والحاضر والمستقبل بطريقة سلسة، وتحديد المخاطب في الجملة وكيف والمشكلة. وهو أيضا يتقن اللغة العربية والإنجليزية، شيء حلو يعني للناس اللي ما بتتقن كتير اللغة العربية ممكن تلاقيها، واللي ما بتعرف اللغة الإنجليزية فيلا تشات جي بي تي بيكتب عنكم. رقم 2 هي تحري السرقات الأدبية. مثل ما بتعرفوا صناعة المحتوى والكتابة وتأليف وكل هاي المقالات والأدوات التي صارت بالآونة الأخيرة صراحة كانت يعني شيء يجب أن يوضع له حد. فكانت هلأ الأداة اللي عم تساعد هاد على الاستكشاف واكتشاف المآسي اللي عم بتصير من سرقات الأدبية، تشات جي بي تي بتجيب لكم مين الحرامي وين نزلت المقالة وبأي مكان وبأي وقت وشو ما بدكم. فلا تخافوا، اكتبوا، أبدعوا، أنتم مبدعين، اعتمدوا على أفكاركم الأدبية واخترعوا أشياء جديدة، اكتبوا يمكن مقالات فريدة وقصص حلوة لحتى نستمتع مثل ما بتمتعونا دائما. إن شاء الله بالتوفيق. أما النقطة الثالثة فهي التصميم الجرافيك. إذا كنتوا أصدقائي عم تسمعوني وأنتم مصممين جرافيك ديزاينر وهيدول الأشياء أو تصميم ديكوريشن ديكور الداخلي، صعب مهمة لدى المصمم هي الاستلهام من الأفكار، بس يعني ممكن تستفيد منها. إحنا هلا عم نحكي على الاستفادة، غير إنه هي منافس حقيقي لحتى تعطيك أفكار وتعطيك أشياء الناس عم تدور عليها. يعني تفكر بذاكرة الأشخاص اللي عم يفكروا عنك أو اللي عم يبحثوا عنك، يمكن فينا نقول بالمعنى الأصح. كتابة كلمات المرور صعبة الاختراق. كيف؟ يعني الهاكرز من هون ورايح مننا نقلكم باي باي، ما عاد لكم وجود، لأنه تشات جي بي تي لحتكون كفيلة إن تعقدكم وما تخليكم تحلوها. فأنت إذا حابب هيك تكون إنسان مخضرم وعندك حساب غير قابل ما حدا بيقدر يخترق لك يا، فبقول لك تشات جي بي تي ممكن تعطيك كلمة مرور صعبة ما حدا يعرف فيها، كيف بتضمن حساباتك تكون آمنة وسهلة وبسيطة وبعيدة عن السرقة والاختراق. أما الترويج للحسابات هو رقم 4 عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذا كنت من أصحاب المشاريع اللي بتعتمد بشكل أساسي على التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والوسائل الاعتمادية وكنت مؤثر وصانع محتوى وأنت مبدع، وهدول الناس اللي كتير مبدعين عن جد إذا كان عندهم صناعة محتوى، طبعاً هاي رسالة مخصصة فقط لصناع المحتوى، مركز أساسي بصناعة المحتوى، مو حي الله حدا عبر السوشيال ميديا هو صانع محتوى. على فكرة في إلها ركائز أساسية، في ناس عم تتعب لتجمع فكرة وتصنع من الفكرة محتوى لحتى تشوفوا وتسمعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي وترفع لهم القبعة فكرة
وتلوة أيضا تصميما وكل شيء، كل شيء هو عبارة عن وقت وجهد ويمكن مال أكثر كمان، لأنه صناع المحتوى عن جد. لهيك تشات جي بي تي هي من الأدوات الأساسية اللي بتساعدك أنك تنقل المحتوى لارتقاء أكثر، تشوف شو المحتوى الرائج، الترند، المحتوى الأكثر تفاعلا، وتبلش تصنع فيه محتوى مشابه ويمكن تعطيك أفكار. حلو. رقم 5، الاطلاع على الحوادث والأخبار حول العالم مختلفة بمكان واحد وبزمان واحد وكبسة زر واحدة. مجرد تكتب لتشات جي بي تي خبرينا بالله شو صاير أخبار بهالأيام وشو الترند وكيف الناس عم تعيش. رح تحكي لكم كل المنصات، تعطيكم فكرة عن اللي صاير وانتم مسمعانين عنه وتكونوا أبديت يوم بيوم، وهيك فيكم تصنعوا مقالات وتنشروها وتكون عندكم بلوج أو أساس لحتى يكون مرجع للأشخاص الآخر. أما بالنسبة للستة فهو الحصول على الاستشارة النفسية. كل حدا منا بيعاني من مشكلة، يعني مشكلة أساسية، مشكلة نفسية، مشكلة عائلية، مشكلة روحانية. كل حدا منا بيمر بأزمة نفسية ومشاعر، ممكن تكون حب، ممكن تكون تعب، ممكن تكون كمان عبارة عن يمكن ضياع، بس تشات جي بي تي هي خير صديق لحتى تقدروا تحكوا مع حدا يروح يحكي عليكم من وراكم، لأنه تشات جي بي تي هي خير صديق لحتى تحكوا للأزمة وتعطيكم حلول، وهيك لح يكون في عندكم رؤية واسعة لتحلوا أزمتكم. حلو ما؟ إحنا بحاجة أحياناً يمكن أداة، لأنه البشر بتأذي كتير. رقم 7، كتابة الرسائل الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الإيميل. من الشغلات الكتير حلوة، في كتير عالم بتعاني من الكتابة والنموذجات الأساسية، تقديم يمكن نموذج خطي أو كتابي بشكل مخضرم وكتير بروفيشنال. فاليوم تشات جي بي تي رح تعطيكم فرصة أن تكتب عنكم من دون أغلاط إملائي ومن دون كمان ركاكة باللفظ والكتابة. في أحلى من هيك؟ لا أكيد، لأنه تشات جي بي تي رح تكتب لكم الإيميل اللي كتير حلو تبعتوه للمدير تبعكم. ويا رقم 8، إذا أنت عم تدور على وظيفة وبدك تكتب سي في، سي في اللي هو السيرة الذاتية، فتشات جي بي تي رح تعطيك رؤوس الأقلام وأنت تكملها وتكتب بالعناوين وتكتب الأشياء الرئيسية اللي لازم تكون عندك إياها لتنقبل بالوظيفة، وكيف تحضر حالك قبل ما تروح على وظيفة العمل، شو الأسئلة، شو محتمل يسألوك لحتى تقدر تجاوبهم صح وتاخد الفرصة وما تروح على حالك، هي المكسب أو العمل بهي الشركة أحلامك. أما رقم 9، كتابة القصص. إذا مفكرين تكتبوا كتاب فما عليكم إلا تكتبوا، تبلشوا تكتبوا عن طريق تشات جي بي تي وتجمعوا الأفكار، وبنفس الوقت تشات جي بي تي تكتب لكم قصص كتير حلوة وعبارة عن خيال وواقع وبالشي اللي أنتوا بتطلبوا منه عبر الزمان والمكان والأشياء الرئيسية. على سبيل المثال يمكنك توضيح أو وضع خطة أو موضوع معين لقصة فئة عمرية معينة وتختار فيها أبطال الشخصية، وإذا فيها حيوانات أو بشر، وهيك القصة بتصير تاريخية إذا كان بدك إياها بوقت معين أو عصر معين، وإذا كانت مودرن فما عليك غير أنك تثبت للسنة. رقم 10، كتابة الخطابة التحفيزية. كيف؟ يعني كل حدا منا بحاجة انه هو يكون عنده محفز وتسمع كلمة حلوة، وكمان يكون في حدا عم يقلك يلا قوم وقت الشغل، انت بتقدر، انت عندك. فهون تشات جي بي تي وافية وكافية عم تساعدنا على كتابة الخطابات الحديثة. اذا كنت حضرتك سبيكر او قائم على السرد وعندك مقابلة او عندك يمكن الخروج عبر منصة معينة أو تفاعلية أو حدث معين وحابب حدا يكتب لك يمكن نموذج أو بلوك أو كتابة مقطع تكون تفاعلي تحفيزي، فبقول لك مبروك، يلا تشات جي بي تي رح تلاقي لك الحل. لهم بنوصل للجزء الأول لنهايته، وإذا حبيتوا هذا المحتوى بطلب منكم كل ما حبيت تابعوني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتشاركوا لأصدقائكم للفائدة والمتعة. وكمان أنا اسمي كين للكاتب، مثل ما خبرتكم بأول البودكاست هذا الجزء الأول من الموضوع الآتي وهو طريقة الاستفادة من تطبيق تشات جي بي تي في عملك. شكرا أصدقائي، لأي استشارة أو لأي معلومة ففيكم تتواصلوا معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر الرابط. كتير سعيدة إنكم معنا.